بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، مرحبا بكم على برنامجكم نصيحة أمل. من الأمور المساعدة للأبناء، الأطفال، المراهقين، الشباب عموما اللي تيقدموا على الدراسة ديالهم وعلى المراجعة ديالهم هو الحفظ والمراجعة الجماعية. فلما تيكون مجموعة من الأطفال تيراجعوا مع بعضهم، هذا تيكون محفز لهم أنهم يستذكروا المعلومات وأنهم يتذكروا مجموعة من الآليات اللي كتساعدهم على فهم الدرس، وكذلك سيحاولوا ما أمكن أنهم يتنافسوا مع بعضهم. فهذا شيء مهم جدا وأساسي. فلما تشوفوا واحد نوع من الخمول عند نفوسكم، سواء كنتوا طلبة أو لا كنتوا تلاميذ أو لا يعني أي إنسان بغى يقدم على طلب العلم وعلى المعرفة، فلازم أنه يشوف شخص آخر أو لأشخاص اللي يكونوا عندهم نفس المنهج الدراسي أو نفس المنهج الجامعي اللي تيدرسوهم مجموعين. فالأطفال ديالكم اللي بغيتوا تحفزوهم، الأحسن جيبوا معهم طفل آخر أو مراهق آخر. إذا يرجعوا التلاميذ مع بعضهم، زملاء، سواء جيران، سواء يعني ماشي بالضرورة يكون حتى سكنة متقاربة، يقدر يكون هو في حي والآخر في حي آخر. تيبرمجوا الآباء هذا الأمر هذا، والأمهات تلقوهم بأنهم تيمشيو تيجيبوا وليداتهم من المدرسة وتيمشيو تيديوهم أو لكذا. فمن الأفضل أنهم يتعرفوا على أمهات أخريات ويديروا لهم واحد الجلسة، ممكن أنها تكون نزكيوها بواحد المسابقة، لما لا أنها كل واحد مثلا يحفظ واحد الدرس وآجر غندير لكم واحد الحفيلة، تسميوها حفيلة وهي بسيطة جدا، فيها الكيك، فيها حليوة بساط، فيها يعني دوز دقاتي، وهذه كتحفزهم على أنهم يلا ونطرحوا عليهم أسئلة ونشجعوهم ونهيئوهم الامتحان. هذه المراجعة الفردية قد لا تساعد، ما كتكفيش أن المراجعة غير في المدرسة وفي المؤسسة فقط، وإنما تتبغي ولداتكم أنهم يراجعوا في الدار، فمن الأفضل مرة ديروا لهم هذا الأمر وتتعطوهم عود فرصة زمنية أخرى، تقول لهم أنتم غتراجعوا هاد الدروس ديالكم كاملين مثلا نرجعوا في الدار ونعاودوا نديروا هاد المسابقة هذه، أو لنعاودوا نديروا هاد الحفلة، لأجل أنه مثلا ولو ما تكون شيء مسابقة وما فيهاش الأول وفيها الثاني والثالث، غير تكون واحد الجو اللي تيحسوا به بأنه راه كاين اهتمام بدروسهم وكاين اهتمام بمراجعتهم. إذا هذا الشكل هذا ديال المنافسة وديال الصحبة اللي فيها مراجعة وفيها خير، وأي مبدأ من مبادئ وليداتكم بغيتوا أنكم تزكيوهم بهم وبغيتوا أنهم تعلموا لهم، من الأفضل أنه تكون صحبة، والصحبة والرفقة الصالحة لا شك. حتى المنهج القرآني هذا أمر اللي فيه أساسي، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. النبي صلى الله عليه وسلم أمر الله تعالى أنه يبقى مع الصحابة والناس اللي تذكروا الله وتذكروه بالله تعالى. فالمجموعة مساعدة بشكل كبير على تذكر المعلومات وعلى مناقشة، وكتفتح المدارك، هذا تطرح سؤال وهذا تطرح سؤال، وكتركز المعلومات بالنقاش أكثر بكثير وفي وقت وجيز أكثر بكثير من الشخص اللي تراجع بوحديته أو التي حاول يستعمل وسائل هي غير ناجعة دائما. ولكن مع استغلال الأوقات بطبيعة الحال، مع تأطير الوقت، مع تنظيم الوقت، ومع واحد نوع من الفكاهة أو نوع من الدعابة اللي هي كتفتح الشهية والنفسية لأجل المراجعة. وغادي نخليكم مع فاصل وأرقامنا 0522880061 أو 62 أو 0522-46-72-50-51 أو 52. مرحبا مع الصاد. ايوه هو تيقول لك ما ديش عليا انا غير مع الصبي، يعني راه هذا في حد ذاته اعتذار. هو ما كيقول سمحي لي، يعني كنهضر على اسماء الحبيبه ديالي، واش ضروري انا نقول لك راه هذه في حد ذاتها اعتذار؟ زعما غير ساعه ولا الله يرضي عليك، لا ما غير تفهميني. دابا هو تيقول لك تفهميني، ما كاين ما احسن من هاد الكلمه، راه هذا اعتذار، ما يقولكش بصريح العباره بالضروره سمحي لي. فهمتي؟ هذه امور اللي ممكن انه ما كيعرفوش بعض الناس، ما يعرفش يقول هذه الكلمه بالضبط، ما تعلمهاش، ما تعودش عليها، ربما تجي من بعد. انت بغيتي تسمعي هذه بالضبط، واخا تفضلي الاسماء كملي اختي. دابا ملي كانت خاتمه بحال هكا يا غوتناس بزاف، كيقول لي سير دير شي حل لراسك صافي، لما بقيتيني سير دير الحل لراسك صافي، قول له لا باغي لا بغيتك. هاد الكلمه كتعصبني بزاف، كتجرحني. صافي كيقول لي سيري راه هاديك الفلوس ديالك غادي نحط عليك في البنكة، هادي هاد الهضره هادي ما كنبغيهاش انايا. عرفت الاسماء. واخا حنا ماشي هذيك الدرجه، يعني زعما هو من دابا من ربما بغيتي تقولي من امور تافهه شويه وشي حاجه بسيطه كتوقع مشاكل بيناتكم. ياك واخا اسماء، اذا
شنو هي الحويجات اللي انت بغيتيهم وباقي ما وصلاتش لراجلك، وشنو هي الحويجات اللي هو بغاهم او لا الحويجات اللي انت كطلبيهم وهو ما عجبوش الحال فيهم وما لقيتوش ليهم واحد الطريقه كيفاش توصل الفكره؟ ما كنسمعكش مزيان اختي اسماء، رجعي كيف كنتي في الاول. نعم مرحبا. هو ما كيتخاصمش معايا في الحقيقه، انا اللي كنتخاصم معاه. هو ما كيقول والو ولا حتى شي حاجه، انا اللي كنبقى كيدير شي امور ما كتعجبنيش وكنقول غادي نسكت ما نقول ليه والو. ولكن كنتقلق وكنفاجر. ايه مثلا عطيني مثال. بحال هكا كي بعض المرات كيما يخرج بحال هكا كيمشي شي مدينه اخرى. شي مدينه اخرى لمراكش هنا قد شي سيمانه حتى كيقولها. كنقول ليه يمكن مشيتي لهنا، كيقول لي مشيت هذاك النهار، كنقول له علاش ما قلتيهاش لينا؟ كيقول لي علاش غادي نقولها لك، صافي راه مشيتو صافي. الواتساب ما عنده مشاكل مع عائلتي. يعني فاش كنتخاصم انا وياه ضروري كيجبدهم. كيبقى غوات وعير وهادي. دابا لا اسماء انت راجلك عنده عصبيه، هو شخص عصبي. الشخص العصبي دابا انت عرفتي عامين ديال الزواج، قلتي كاينه خلافات ولكن في نفس الوقت هاد الخلافات ماشي شي خلافات اللي هي كبيره، خصها غير واحد التقنيات، واحد نوع من التفاهم على شي امور. هو كما انه بعض الرجال او حتى بعض النساء كيف ما كيتشكاو رجات يقول لك باقي انا مراتي ما كايناش كيف ما بغيتها انا، يقول لها انت ما كتسمعيليش كلامي. لا هو كيقول لي كان مني جبت لك عائلتك ما تبقايش غاوتي عليا تقولي لي لا تعاوتي عليا على عائلتك، قولي لي باغاك انت خلي عائلتك. انا باغي المرا كيقول لي اللي تقولي لي باغاك انت. مزيان. اذا ها هو تعبير على شيء اللي هو اساسي بالنسبه لي. شنو هو الرجل تيبغي يحس براسو بانه اولى شيء في حياه المراه، كيف ما انه المراه كتبغي تحس بانها اولى شيء واهم شيء في حياه الرجل في حياه الزوج. هذه معادله اللي خصها لما يدخل كل واحد للزواج يفهمها مزيان ويديرها في باله. الشباب اللي مقدمين على الزواج ولا حتى الازواج اللي ربما دوزوا سنوات وما تعرفوش يتعاملوا مع بعضهم الان يصحوا بعض المفاهيم. لما مثلا تسمعي واحد السب وشت من طرف الزوج العائله ديالك، احيانا بعض الازواج راه تيبغيو غير يختبروا، تيبغي يختبر، تيبغي يشوف المكانه ديالو هو، وان كان هذه الطريقه غير مقبوله بطبيعه الحال، ما تنتكلموش على الحكم على هذا الشيء، وانما تنبغيو نعرفوا الخلفيه كيبغي بحال كيختبر شنو، شكون اللي واش هي غتستفز، واش حتى هي غادي تعاود تسبو تعايرو وتقول له علاش تعاير لي انا يا تصيلتي، وعلاش تعاير لي يعني خوتي، وعلاش تعاير لي والديا، وعلاش هذا شيء اللي بطبيعه الحال ما خصنا نترفعوا عليه. هاد السب وهاد الشتم وهاد اللعن وهاد الامور هذه خصها ما تكون شيء، ولكن حتى الا وقعت، انا تنقول الازواج حتى الا وقعت ما تثوروش بزاف، ما تثوروش، تعلموا بانه كيفاش تعاملوا، يكون عندكم ردود الافعال اللي هي ردود افعال ثقيله شويه، رزينه. هو الا السب والشتم راه غادي من بعد يعرف راسو راه سب وشتم وغلط، وممكن تقوليها له في وقت اخر لما يكون مهدان ومرتاح، قول له انت راه سبيتيني وسبيتي ليا كذا وسبيتي هذا، راه هادشي راه ماشي مزيان، غادي يسكت يقول لك وانت لا عصبتيني، هادشي اللي ممكن يقول لك. لكن قول له شوف حنا الا تخاصمنا ولا هذا اكيد طرق نهضروا فيها ولا نحلوا شي حويجات بلا سب وبلا شتم، هادي في وقت الراحه، في وقت اللي تيكون فيه الاطمئنان. لكن في ديك اللحظه ديال العصبيه هو ممكن عنده واحد الغيظ، اما على شي واحد من العائله ديالك عملوا شي معامله بالنسبه له، ما تنقولكش معامله خايبه يعني بالنسبه لعائلتك، بالنسبه له هو بانت له خايبه، ماشي بالضروره تكون حقيقيه، حيت بزاف الناس يتوهموا ان ناس اخرين تيعاملوهم معامله خايبه، هما راه الوهم عندهم غير في راسهم، فهو كيتوهم انه شي واحد عامله ماشي معامله مزيانه. انت لما كيسبو تتبداي انت كتجيك النفس على داركم وكتجيك هذا وكتبقي حتى انت كتردي له هذا، اش تيقول لهم عاصو هكذاك؟ وهي دابا عندها دارهم اهم مني، شو هي ما بقاش فيها الحال حيت انا تهانيت وحيت انا تسبيت ولا حيت انا عملوني شي معامله خايبه. اذا انت عوض انك تلتفتي للسب والشتم
وضحي له غير الفكره، قول له لا راه ما هانوكش، راه ما قصدوش يديروا هادي، راه ماشي هكذاك، راه بالعكس انت عزيز عندهم وكذا وكذا مثلا. فهنا يا راجلك تقلب على بلاصه عندك، راه عامين تزوج ما ظنيش بانها صافي، راه الامور استقرت، راه عامين تزوج يلاه نتوما كتولفوا بعضكم، يلاه كتخلقوا الالفه بيناتكم. فردي البال اختي وردوا البال كرجال كازواج. بعض الرجال دغيا كيزعفوا، دغيا تيقول لك انا ما مرتاحش مع مراتي، دوز معاها عامين ثلاث سنين ربع سنين خمس سنين ما مرتاحينش ما مفاهمينش، خمس سنوات الاولى باقي فيها اسس ديال التعارف، ديال كل واحد تيحاول، كاين واحد التدافع، كاين واحد نوع من كل واحد تيبغي يبين مفاهيمه للاخر، وتيبغي الاخر يفهمه، وتيبغي الاخر يحقق له داك الشيء اللي بغا، باقي تتعارفوا داخله في التعارف. ف اذا ما تعتبريش بانه صافي راه نتوما اذا عندكم مشاكل كثيره، لا ما عندكم غير واحد النوع ديال التفاهم اللي خصو يكون. اذا بيني له بانه انت هو اهم شيء في حياتك، بانه انت بالنسبه لك هو اولى الاولويات، بانه راه كتبغيه وكتحبيه بطبيعه الحال، وفي نفس الوقت لما يقول لك كلام جميل قبليه، لما يجي ويعتذر لك بطريقه معينه. نعطيك مثال، بعض الازواج والرجال ما كيعتذرش بطريقه ديال الكلام، يعتذر بطريقه اخرى، ممكن يجيب كادو، ممكن بالنسبه له هو ديك النهار يتفكر انه ما تقداش يمشي يتقدى، ممكن يعني تكون معاشره حميميه، ممكن يعني انت غادي تفهمي راجلك وغادي تعرفيه. هو الا كان التعبير بشكل مباشر راه مزيان، ما كرهناه شاي وهذا هو اللي خصو يكون وهذا الاصل، ولكن حتى الا كانت معامله اخرى مزيانه باش كيغطي على داك المعامله السيئه اللي دار قبل وانت فهمتيها وصلك الميساج، مزيان تغاضي وما تبقايش تحكري على الامور. امر اللي هو تغلط فيه وامور اللي تغلط فيها بطبيعه الحال كونه انه يمشي ولا يسافر ولا يجي هنا ولا يمشي يعني بلا ما يخبرك انت بلا هذا، اعتبريها غير عاده من العادات، ماشي اهمال لك، اعتبريها عاده. كاين بعض النساء وحتى بعض الرجال اللي ما تيخرجوش من العزوبيه بسهوله، تيكون ولف سنوات ديال العزوبيه تيبدا يمارسها، وكينسى بانه خصو كان هو فاش كان عزري كان تيجي وتيحتى كيقبض الطريق تلقى راسو راه وصل من الدار البيضاء وصل لطنجه مثلا، ولا من هنا لهنا، ولا يعني حتى هذا ربما حتى مشى عاد باش تذكر اجي راه ما قلتهاش لمراتي، وان كان هذه القضيه شويه يعني نقولوا ولكن تقع تحصل، قد تحصل. ومن بعد قالها لك، هو قالها لك اولا كما قلنا ممكن يكون عزوبيه باقي مولفه، ثانيا بالنسبه له هو سامع شي فكره ديال الرجال باش انه ماشي بالضروره انك تستأذن مع مراتك، ما عرفتش شي منين جابوا هذا الامر. وغادي نبقاو مع فاصل ثم اتمم الجواب ان شاء الله. مرحبا، رجعنا معكم مستمعينا الكرام. تتمه الجواب لالا، قلنا بانه بعض الافكار التي يحملوها بعض الرجال اللي ما تربوش على الاحترام، ما تربوش على المشاركه مع زوجاتهم امور كثيره، اللي عندهم عقده ديال النقص، اللي عندهم نقص ثقه في نفسهم، اللي تيظنوا بانه لما غادي يخبر مراتو او لما غادي يتشاور مع مراتو راه هذا تينقص من رجولته. للاسف لانه ما عندوش اي مرجعيه، ما عندوش اي مرجعيه الا المرجعيه ديال المقهى، الا المرجعيه ديال الاصدقاء اللي اصدقاء السوء ممكن، واللي ما تيفيدوش بشي حاجه اللي هي تزيد به القدام في علاقته مع مراتو، مع علاقته مع الله تعالى قبل كل شيء. لانه لما هو تيحسن لزوجته وكيراضيها وتيتشاور معها وتيقول لها يعني تشاور معها كي تقولوا في الكبيره وفي الصغيره وفي الامور تكون فيها تفاهم وارضاء للزوجه، راه هذا ارضاء لله تعالى. وعاشرهن بالمعروف فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. شفتي لهاد السيده ما نعرف شنو كدير لك وكرهتيها، وتيقول لك الله تعالى وعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فاذا هذا الصبر وهذا النوع من المعامله الحسنه لازم انه يكون حاضر. لكن اختي الان الخطه كيفاش انها تكون؟ عن طريق انه كيكون واحد القرب، واحد التقارب اكثر، بمعنى انه تتحاولوا تعطيوا لبعضكم ما هو جميل، تحاولي تاخذي من عند راجلك الامور اللي هي مزيانه فيه وتذكريه بها ديما، خلي صورته قدامك وصورته مع نفسه زوينه، ما تحاوليش تدخلي له الفكره ديال انه هو خايب، خلي الفكره ديالو لانه هو راه مزيان، الحاجه اللي دارها لك مزيانه شكري عليها،
الحويجات اللي مزيانين كانت في الماضي او اللي كاينه في الحاضر ولا هذا دائما ذكريه بها وقول له انت انسان مزيان وانت طيب عرفتك كدير شي تصرفات ربما ما كتقصدش فيها ولكن عافاك انت مستقبلا ومن بعد راه هاد الامر تيضرني شويه الله يرضي عليك عافاك لا ما هانت نبداو نتشاوروا مع بعضياتنا والحاجه اللي كنتي غادي شي بلاصه قولها لي وخبرني وتشاور معايا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم تيستشير امهات المؤمنين في كثير من الامور في امور حتى ديال الدوله كيستشر معاهم فيها في امور اللي هي دينيه وحي تيستشر معاهم فيها فاذا عندنا نموذج والنبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا النموذج رائع واللي جا مخالف ليه هو المثال ديالنا المثال المغربي للاسف اللي خصنا نديروا واحد الدراسه نقديه لبعض الامثله لا تصلح ما صالحه ليناش شاورها وما ديرش بريها لا شاورها ودير بريها ممكن يكون محرف ممكن نعم شاورها ودير بريها ماشي شاورها وما ديرش بريها فهذا هذا خطا هذا من المفاهيم ماشي اي حاجه اللي عندنا في الثقافه ديالنا راها مسلم بها ماشي هي قران منزل ماشي نص قطعي ثبوت قطعي الدلاله باش ناخذوه بحذافيره وماشي هذيك هي الرجوله انه الحريه ديالك انك تدير اي حاجه اللي بغيتي باش تسمى رجل لا كاين قوانين كاين قواعد كاين مسؤوليات العلاقه الزوجيه لا قدر الله وقعت لك انت شي حاجه الزوجه ما تكونش شي مخبار وقع لك ولا ما وقع لكش من تطيب الخاطر ديال الزوجه انه تكون على علم انه حتى ديها معاك النبي صلى الله عليه وسلم كان لما يسافر يقرع بين النساء يعني كيدير القرعه يعني حيت هو كانت عنده بوحي من السماء كان عنده اكثر من زوجه فبالتالي خصو يدي معاه شي وحده واللي عنده زوجه وحده يديها معاه الا سيسرت له الامور هذا هو الاصل وماشي غير تيديها معاه وتنكد عليها ولاش لاصقه فيا ولا جيتي معايا ولاش كذا كتيديها وتيمتعها وكيتهلا فيها وكيسابقها وكيلعب معها وتقول صحابه زيدوا القدام انا غادي باغي نتسابق مع مراتي وبغي نلعب مع مراتي وتيتسابق معها ويجري هو وياها وسير ديروا هاد الامور دابا الان لما تحلوا الفوام وما نعرف شنو غادي يقولوا ديرالو فعلالو تركالو سحرالو ولا ادري شنو الامور اللي غادي تقال او اللي ينقصوا من رجولته لكن هنا كتبان الثقه في النفس يقولوا عليك الناس اللي قالوا انت كتامن بشي فكره ديرها وعندك مرجعيه ديالها المعرفيه العلميه الدينيه سيدي الايمانيه ديرها وراسك مرفوع وبالعكس شفق على دوك اللي تيقولوا العكس هذوك هما اللي عندهم الجهل شكون اللي قيمته كبيره اللي عنده العلم ولا اللي عنده الجهل غنتبعوا الجهال لا ما جات شيء اذا تنتبعوا العلم اذا اختي بواحد نوع من تقنيات صبري حاولي انت الان راهي عاد ولدتي ومحتاجه للراحه محتاجه هو المفروض انه هو يتهلا فيك حتى هو ولكن انت تهلاي في راسك ما كنتسناوش ديما انه هو مادام عصبي تفادي النقاش في الاوقات العصبيه باش ما نتيروش استفزاز ممكن ترسلي له رساله عوض انه تكلمي هكذا وانت تسباني في واحد الحاره يعني في واحد الحاله من الاشتعال وان كان حتى الى شعلت المراه خص الراجل يتحمل والى شعل الراجل كتحمل المراه هذا هو الاصل هذا الا اعتبرنا بانه الامر كاين بهذا الشكل والا فالامور ينبغي ان تعالج باحترام لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا ليس المؤمن بالسباب ولا اللعان ولا الفاحش البديء اللسان ليس المؤمن تينفي عليه النبي صلى الله عليه وسلم تمام الايمان وكمال الايمان المؤمن اللي هو مسلم ما تيسب ما تيشتم ما تيلعن ما تيجرح ليس المؤمن بالسباب ولا الطعان ولا اللعان ولا الفاحش البديء اللسان تيقول كلام خايب ما فيش الحياء لبديء اللسان غير اللي جاتو في فمو تيقولها هذا تينفي عليه الايوا الا كنتي انت فعلا بغيتي تكون مسلم وهذا هو الاسلام اذا نسال الله تعالى اختي تهلاي في راسك وحاولي ما امكن تخفي عليك من الضغوطات شي شويه بالطرق اللي تيديروها النساء في هذه الفتره هذه ديال النفاس والفتره اللي موراها كذلك ولقاو الطرق للتواصل بيناتكم اللي اقرب للقلوب نسال الله لك الخير اختي وتيسي مرحبا ناخذ معنا لالا مريم من تمارا الو السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته ورحمه الله وبركاته ومغفرته مرحبا لالا مريم دير لالا لاباس الله يحفظك لالا مريم مرحبا بك اختي انا مريم بنت نارف ديالي 18 سنه صراحه انا متابعه يعني مده قصيره ولكن استفدت والله العظيم الى كانني منذ متابعه منذ سنوات تبارك الله عليك ما شاء الله شكرا لالا مريم شكرا على المتابعه هذا الشيء تيفرحني تبارك الله شابة ما شاء الله متابعة البرنامج الله يعطيك الصحة
صراحة بغيت نقول لك هو غنحاول نهضر على المشكل اللي عندي زعما بشكل عام ونسير لك داخل طرحي لي بعض الاسئله باش تفهم الموضوع ولا الاشكاليه فين كاينه حيت ما نقدرش نحيط بالحيثيات الموضوع كامل نهضر على الوقت. كتقري صراحه كنقرا سنه اولى في الجامعه. ما شاء الله. شمن شعبه؟ شعبه الاقتصاد. تبارك الله مزيان الله يوفق. تفضلي. صراحة أنا حليت عيني في واحد الأسرة الحمد لله ما عداش وما خاتماش كانت كنا في دور صافي وعندنا بيت واحد والحمد لله يعني راضيين الله سبحانه وتعالى اختارنا مثلهم على الأرض والحمد لله ما شاء الله اختي عليك. اسمحي لي مريم الله يرضي عليك ما شاء الله عليك يعني عندك حضور وعندك كلام موزون وعندك تعبير رائع تبارك الله تبارك الله ما شاء الله. تفضلي اختي. شكرا لك. صراحة الأمر في الأول ما كانش كيشكل إشكال بالتالي حنا بدينا كنكبروا عندي أختي عندها 16 سنة وعندي الأخ ديالي الصغير عنده 9 سنوات وشنو وقع هو أن الأب ديالي الله يهديه ويهدينا جميعا كيقوم بعض الأمور اللي أثرت شوية على حياتنا أثرت على نفسيتي وخوتي حتى هما وعلى قرايتي ما عرفتش واش فهمتيني شنو كنقصد ولا لا يعني بابا كيقوم بعلاقات وكنشوف ان ماما الام ديالي كتعاني من هذا الامر بزاف ولكن دائما كتكرر كلمه الصبر ما شاء الله يعني عندي واحد الام اللي القوه اللي ربما لاحظت الكلام ديالي مخوده 100% من الام ديالي تبارك الله صباره 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 ما تخيليش قداش وبشهاده الناس كلهم عائله وجيران وكل شيء كتخدم على برا واي حاجه اي حاجه ما تخسر فينا يعني واخا حنا ما عندناش ولكن اي حاجه حنا عندكم اختي ما تقوليش ما عندناش عندكم اللي ما عندش الناس الاخرين الحمد لله الحمد لله الحمد لله. الفقر ماشي عيب الفقر ماشي عيب الحمد لله لا كاين العلم وكاين الايمان وكاين النفس الطيبه هذاك هو الخير. ربات فينا هي هادشي ربات فينا روح الايمان قويه وربات فينا كذلك بالرغم ان الاب ديالنا يعني كانت المعامله ديالو قاسيه ومازال لحد الان ولكن دائما طيله هذيك المده وقبل الحمل وفتره الحمل وبعد الحمل دوزت واحد المرحله صعيبه بزاف وهادشي اللي اثر عليه حتى بعد الولاده يعني هو الان كيعاني عنده هذا اعاقه ذهنيه وفرط الحركه وفي الدراسه ديالو ما غاديش مزيان عنده اعاقه ذهنيه هادشي اللي درنا من بعد وحتى قبل اللي كيبقى فينا هو ان ماما هي اللي يعني هي اللي تدي السبيطار هي اللي تمشي معاه هي اللي تجي معايا كلشي الاب ديالي بعيد تماما على هادشي الطبيبه ميرانا وانت كمان كتقول ماما جيبي لي الاب ديالو بغيت حتى الاب ديالو يحضر لان كتعرفي في العلاجات النفسيه ما كيكونش فقط يعني في المحيط كيكون كيلعب دور ماشي فقط يعني الطفل كيكون غير نتيجه لداكشي اللي كيعيش فيه. بابا كيرفض لا هو راه كيقول لنا راه هو راه صحيح راه ما عنده والو راه غير كتزيدوا فيه وراه غير هذه مرحله وغدوز وكذا وكذا صافي كيقول ماما كيحمل المسؤوليه انت اللي فششتي انت ماما كتحاول تبع نصائح الطبيبه وتعامل معاه بالمعامله اللي كتنصحها ديما يعني اكيد غتكون عارفه ديالك شحال عنده؟ شحال عنده من عام؟ هو دابا عنده 9 سنين قريب 10 سنين ان شاء الله وحدايا صراحه ما عرفتش نقول لك كل مره انا هزه لي جنب بزاف ما عرفتش باغا نعاونو ما عنديش واش عنده تاخر دراسي؟ واش عنده تاخر دراسي وحتى في عنده صعوبة التعلم او لا؟ عنده صعوبة التعلم اي هي وحتى في هذا فاش كان صغير هو محبات هذا العام ما يعني حتى دابا الهضره ديالو غتلقاي الا هضرتي معاه تلقاي اللسان ديالو محكل ما مازال ما ودابا عاد قالوا لها بان خاصو ترويض وهذا اللي كاين ولا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. مريم شنو بغيتي نعاونك بالضبط او لا بغيتي كل حاجه نعاونك فيها شويه ولا شنو بغيت يعني انا هادشي انا اولا اثر عليا انا كنحس بواحد الارتباك خايفه من مستقبلي كنقول ما عرفتش باغا نرد لماما شويه كنحس بداك يعني كنحس بداك نسولك سؤال السؤال الاول الاولاني اللي بغيت نسقسيك شنو السر ديال الصبر ديال ماماك على هاد الامور؟ حنا انا وخوتي يعني كتقولها دائما كتقول لنا يعني ماشي حنا بطريقه مباشره كتقول يعني كل ما كنا حنا ما كانش تجلس نهار واحد مع بعض حنا هما صله الوصل بيناتهم فقط يعني كتصبر على اي حاجه على قبلنا حنا اي حاجه يعني
واحد شي واحد شكل كبير بزاف. باباكو كتهضر معاه في الاول ملي كانت كتجبد معاه هاد المواضيع وهاد الامور اللي كيديروا بانه ما عاجبينهاش، كان دائما صعدنا في الدار دائما. وخويا الاشاره ان خويا بزاف هادشي كيما حنا بدينا فيه، ملي كنشوفوا ماما انا كتعنف قدامنا، كتضرب قدامنا، كتعار قدامنا، كلشي. من بعد شنو هو قال لها؟ قال لها الا بغيتي نكون مجموعين ما غاديش تدخلي لي نهائيا في حياتي، المصروف ديالك غنحطو لك وما تدخليليش نهائيا في حياتي. انا ما رضيتش ان يبقى الرابط بيناتهم واحد هو الرابط المادي. ولكن ماما قدرت بهذا الوضع على قبلنا، دابا ما كتسولوش نهائيا فين مشيتي فين جيتي شنو درتي نهائيا ما كتسولوش، واخا كتشوف تقصر منه واخا نهائيا، يعني الحاجه اللي ما كيديرهاش كديرها هي، واخا واجب عليه هو صافي. كتخدم ماما كتخدم. شوفي مريم، شوفي حبيبتي هادي، اول حاجه غديريها هم ديالك، بمعنى شنو الهم؟ هدف، ماشي هم، مش حاجه تقلق. وقرايتك، قرايتك يا مريم، وتخطي لمستقبلك، وما تخافي من حتى شي حاجه. مناش غتخافي؟ الوضع ها هو كاين، ماماك هي صابره عليه، انتم عايشين، ديك رزيق تيجيبو باباك. اللي عندك غديري هدف هو الدراسة، أنني نقرأ ونقرأ مزيان بحال ما كاين، واللي كيف تكريه كل نهار، كل نهار غتبقي تفكري ماما راها كتعاني، كل نهار غتبدي تفكري بابا راه تيدير، راه خويا عنده في إعاقة ذهنية، عنده تأخر، كل نهار تتعاودي هاد الأفكار. أنا بغيتك تكوني شوية أنانية، غادي تجيك شوية غريبة هاد الأمر، ولكن بغيتك تكوني الآن أنانية مريم. علاش أختي؟ حيت عندك هدف ديال الدراسه، والدراسه ما كتبغيش تشويشات كثيره، ما كتبغيش تشويشات، كتبغي انك تركزي عليها. فإلا عطيتي واحد تجاوب مع الاسره يكون تجاوب ايجابي، ما يكونش تجاوب سلبي، يكون تجاوب اللي فيه لقيتي ما تضحكي ضحكي، نسي الهم، هزي هم من خفافت. انا نقول لك ديك المصطلحات المغربيه ديالنا، واللي عندها المرجعيه ديالها نعم لله. هذاك الشيء اللي كنقول، عارفين البنات اللي كيشوفوني كنضحك الله يعطيك الصحه، وكنشوفوني كنكسر، قول بحال ما عندك حتى مشكل، شي حاجه وملي كيعرفوا الغيب. شوف مريم، خليك هكا، بالعكس الا ضحكتي مع ماماك، ماماك الا شافتكم نتوما فرحانين تقول الله الحمد لله. بعد غير مولي داتي ما تاثروا ليش، هذا هو اللي مهم. وهانتي قلتي واحد الحاجه، قلتي بغيتي تعوضي لماماك، وان شاء الله تعالى غتعوضي نفسك وتعوضي لماماك وباباك، حتى هو سالي الله تعالى الهدايه، وماماك حتى هي تدعي الله تعالى انه ربي يهديه. بزاف الناس كانوا غاديين في واحد السبيل اللي ماشي مزيان، ومن بعد بالدعوه ديال الناس رجعوا تكونوا سبب، ديو اجر. فغير انتي ما تجعليش بزاف المشوشات عليك، يعني هذه ياخذ من طاقتك وهذا ياخذ من طاقتك، وهذا جي للدار ضحكي ولعبي، يبداو يجدوا في المشاكل، وبابا دار قول لهم الله يرضي عليكم، صافي هذا الوضع حنا عرفناه، ما كاين لاش. بابا نجا نهضروا معاه باحترام، نتعاملوا معاه، لقينا حتى هما نضحكوا معاه نضحكوا، شوف ربي حسن عون، الله اعلم الله اعلم. تنلمسوا العذر لجميع الناس، حتى في المعصيه تنلمسوا لهم العذر، لانه حنا مطالعينش على الله تعالى اللي كيطالع، والحكم ماشي لينا، لله عز وجل. تيدير اخطاء، نعم دير اخطاء، ونعم دير معاصي، ونعم مقصر في حقوقه، ولكن لعله هو بنفسه عنده شي مشكل نفسي، عنده شي حدث تاريخي ألم فيه، ألمو بزاف وخلات يدير. واخا تجي القضيه شويه صعيبه، كيجي الامر صعيب ماشي سهل، ولكن على كل حال غير مره تحضروا هذا العذر، قول يا ربي تهدي لينا بابانا، يا ربي ترد بي الى دينك ردا جميله، صلي حبيبه ديالي، وصلي في قبل، يعني لقيتي كيفاش انك تفيقي قبل الفجر شي شويه، وفي الصلوات في اثناء السجود، وحاولي ما امكن حتى ماماك نفس الشيء، اعتصم بالله تعالى واعتصموا بالله، والاخ ديالك راه هو فيك انا في الله، صافي باباك ما تيسلوش يمشي عند طبيب، ماشي بالضروره اخ ديالك باش يتعالج، ماشي بالضروره انه غادي يمشي لاب وكذا وكذا وكذا، ماشي ضروري. العلاجات النفسيه راه هي غادا، الوضع انتم حكيتوه للطبيبه او للمعالج، الامور راه هي غادا، ما يمكنش نطلبوا المستحيل، الا بقينا تنقلبوا على المستحيل تنتمحنوا، لانه حنا قادرين نتحكموا في نفوسنا، ما قادرينش نتحكموا في واحد اخر. فبابانا قلنا ما نديرولوش سريفه وغنجيبوه، اذا هنا تنتعاملوا مع الواقع اللي عندنا،
قال لك الا ما كنتيش الا ما لقيتيش اللي بغيتي بغي اللي لقيتي، الا ما لقيتيش اللي بغيتي بغي اللي لقيتي، الحاجه اللي عندك هي اللي تبغيها. الحمد لله، خلي طاقتك عاليه بحال هذا الشكل، خليك ما شاء الله عليك من متفوقات ان شاء الله، ويعني متفوقات ماشي تنكلفك ما لا تطيقين، تكوني جديه في دراستك وتقراي مزيان وان شاء الله تعالى ربي غيفتح لك ابواب الخير. ديري برنامج، ديري منهجيه، ورضاي بالوضع اللي انت فيه، ما تحسيش براسك مقهوره. قولي انا بحالي بحال ناس كثيرين عندهم مشاكل ماديه، مشاكل اجتماعيه، مشاكل اسريه، قول ماشي غي انا، واستعيني بالاذكار، الاذكار ديال الكرب، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، لا اله الا الله الحليم الكريم، لا اله الا الله رب العرش العظيم، لا اله الا الله رب السماوات السبع ورب العرش الكريم، والادعيه اللي هي وارده في حديث الكرب والهم والغم وكل شيء، استعيني بهاد الحويجات والله تعالى غادي يسر لك ان شاء الله، وتبقي ديما ضحكه، وقد ما عشتي اللحظه ديالك عيشي اللحظه، ما تفكريش في المستقبل دابا، اش تقولي غنهز الهم لكذا ونهز، لا لا لا، المستقبل بيد الله، تخطيط المستقبل نعم يكون، تحديد الاهداف يكون، لكن ما نجعلوش مصدر القلق، ما يكونش مصدر القلق. انا ندير برنامج، عندي مثل الاسبوع الماجي عندي امتحان، عندي الاسبوع الماجي عندي شي حاجه اللي هي اساسيه ومهمه، انا تنبرمج لهذا الاسبوع غادي نحاول ما امكن انه ننجح، لانه الا خلقتي النجاح اليوم راه تيولد لك النجاح ديال الغد. اما باش تفكر تجلس وتبقى تفكر غير في المستقبل وتحزن عليه وتقلق، تجبد لك غير الامراض فقط. فديري واحد التخطيط، عيشي حياتك بطولها وعرضها، ما تهزيش الهم اختك واش مألمه ولا ما مألماش، واش كتبين ولا ما كتبينش، قول لها انه حنا نضحكوا ونفرحوا ونشطوا ونطلبوا الله تعالى ونديروا اللي علينا، وهذا الشيء اللي غادي يكون ان شاء الله تعالى، وهذا الشيء اللي غادي يسر لكم سبل الخير. شوفوا الامور اللي هي ايجابيه، راه كاين الناس اللي ما تصرفوش عليهم، حتى والديهم الاب ديالهم ربما ما كيصرفش عليهم نهائيا، وهذا الوضع اللي انت فيه اختي المادي راه لعله خير، ديما قولي لعله خير. ما شاء الله طريقه باش تتكلمي، انا ظنيت بانه انت يعني بنت اللي مكونه لا ادري فين، وبنت من كيف تنقولوا، ما شاء الله عليك، تبارك الله عليك، الله يحفظك، الله يحفظ لك الوالده ديالك، والله يحفظ لك هذه الهمه العاليه، والله يحفظ حتى الاب، والله يهديه، والله يصلحه ان شاء الله، ويصلح جميع شباب الامه. وشكرا جزيلا على تواصلكم، شكرا جميع متتبعي برنامج نصيحه امل، شكرا لمجدولين ادريسي كنت معي في اخراج، لسميحه في استقبال مكالمات، نلتقي غدا ان شاء الله تعالى في نفس الموعد، دمتم في رعايه الله، الى اللقاء. مرحبا بكم على التسجيلات الخاصة بقناة أمونة المزيونة، شكرا.
كيفاش